هذه الاحتفالية كانت تنسيق ما بين لجنة المرأة ولجنة الثقافة والفن ولجنة أهوال الشهداء. كان هدف هذه الفعالية والاحتفالية إلى محاولة بسيطة ولو لزرع البسمة على أطفال الشهداء وأبناء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل أن نبقى نحن وكافة المدنيين والعسكريين في هذه الأراضي. أنا سجوري هيك قصير من الملعب الرياضي جدا. سألعب بسابقات وهدايا وأنا